أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الهيئة نت، مفوضية حقوق الإنسان تطالب السلطات الحكومية بإيقاف مسلسل الاختطاف. نقرأ في المدى، ارتفاع زخم المشاركة في الاحتجاجات ومتظاهرون يحاصرون شركة نفط ذي قار. وكتبت الشرق الأوسط، في إيران القتلى تجاوز 100 وقلق أممي. في العربي الجديد، تظاهرات العراق، إغلاق مؤسسات حكومية ورفض للتعديلات الوزارية. في القدس العربي، لبنان، مظاهرات غاضبة تحاصر البرلمان ومواجهات عنيفة في ساحة رياض الصلح. في العربة اللندنية، شلل سياسي يدب في أروقة حكومة المنطقة الخضراء. والختام بصحيفة عربي 21، وفيها 3 قتلى بقصف لقسد على مدرسة بتل أبيض. ومن العناوين لما اخترنا لكم من مقالات، والبداية في هذا المقال المنشور بصحيفة القدس العربي، جاء في مطلعه: هل صدر العراقيون أخيرا ثورتهم إلى إيران؟ سؤال يطرحه الكاتب أنور، يطرحه طبعا الكاتب أنور القاسم في مقال له بصحيفة القدس العربي، وجاء فيه: من ولاية الجزائر إلى محافظات العراق إلى أقضية لبنان، صنع المواطنون العرب على اختلاف مشاربهم إعلاما فريدا من نوعه، إعلام كان عابرا للحكومات والسياسات والوزارات، ماسحا التواريخ المزورة. بعد 40 عاما من محاولات إيران تصدير ثورتها إلى العراق ودول المنطقة العربية، يبدو أن العراقيين استطاعوا أخيرا أن يغيروا اتجاه البوصلة ويصدروا ثورتهم إلى إيران خلال 4 أيام فقط. الإيرانيون يراقبون عبر وسائل التواصل لا التلفزيونات الوطنية الثورة في لبنان، والذي تحول إلى محمية لحكم الملالي، وتصل أصوات جيرانهم في مدن العراق إلى آذانهم ليل نهار. فقد عرض تلفزيون أورينت الإيرانيين وهم يشاهدون إحراق صور الخميني وخامنئي في ساحات العراق، وقبلها في سوريا ولبنان واليمن، وكشف كيف استمدوا قوتهم من جيرانهم فثاروا ليس من أجل أسعار البنزين، بل من أجل قوتهم المنهوب وأموالهم المسروقة التي تصرف في بلاد العرب، بينما تنهش الشعب الإيراني العقوبات والفقر. فهل تنشغل طهران بنفسها الآن عن تخريب ثورة العراقيين كما فعلت في سوريا واليمن ولبنان؟ هجوم الجماهير على عربات الشرطة والأمن وتدميرها يعيد للأذهان صور الثورة الإيرانية ومظاهرات الغضب والرصاص الحي، فالسلطات تعمل المستحيل لإخماد ثورة هذا الشعب. تصريح الرئيس حسن روحاني للتلفزيون أن إيران ليست لبنان أو العراق، وأن حكومته لن تسمح لوسائل الإعلام بتقرير مصيرها مردود عليه. قطع وسائل الاتصال عن عموم البلاد هو هروب مرعوب من الواجهة. ويختم الكاتب بالقول إن إيران شغلت المنطقة لفترة طويلة، فأتى دور من يشغلها الآن. إلى مقال منشور في صحيفة العربي الجديد، رفض المتظاهرون في العراق ما يمكن اعتباره المبادرة 7 التي تصدر عن الحكومة والبرلمان والقوى السياسية المشاركة في السلطة منذ انطلاق التظاهرات في 1 أكتوبر تشرين الأول الماضي، مؤكدين أي المتظاهرين أنها تصب في خانة الرهان على عامل الوقت للقضاء على الحراك. تقرير لصحيفة العربي الجديد، نستمع إلى جزء منه. وتضمن الاتفاق الموقع نقاطا رئيسة عدة تشتمل على إصلاحات وقوانين جديدة تتقاسم الحكومة والبرلمان مسؤولية تنفيذها،
من بينها القيام بتعديل وزاري واسع بعيدا عن مفاهيم المحاصصة، وتحديد الجهات المتورطة باختطاف الناشطين والمتظاهرين، ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بأعمال قنص المتظاهرين وقتلهم، واستهداف وسائل الإعلام، والتعهد بتعديل قانون الانتخابات لتوفير فرص متكافئة لفوز المرشحين المستقلين، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة. الوثيقة التي جاءت بعد مفاوضات وحراك واسع من كتل سياسية عراقية رئيسة عدها المتظاهرون محاولة لكسب الوقت لا أكثر. وأمس الثلاثاء تجددت التظاهرات العراقية في بغداد ومدن جنوب ووسط البلاد وسط مشاركة طلابية واسعة مع قطع عدد كبير من الطرق الرئيسة جنوبي البلاد، وخاصة تلك المؤدية إلى موانئ وحقول نفطية في البصرة وميسان وذي قار. وكان لافتا ترديد المتظاهرين هتافات وشعارات رافضة لخريطة الطريق هذه، والتي عدوا أنها لا تعنيهم، وأن أي مبادرة تخرج من المنطقة الخضراء تحتاج إلى ضامن محددين إياه بالمرجعية الدينية في النجف أو الأمم المتحدة. هذا الرفض دفع كتلا سياسية عدة للتنصل من الاتفاق مثل قائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي. في تقرير العربي الجديد جاء كذلك: إن الشارع يعتقد بأن نقطة الشروع بأي تفاهمات أو تقارب مع العملية السياسية يبدأ من إقالة أو استقالة حكومة عبد المهدي، فيما تدور الطبقة السياسية بفلك محدد غير مدركة لرغبات الشارع. الآن إلى مقال منشور في صحيفة المدى، وجاء فيه: إذا أردت أن تعرف كيف تدار السياسة في بلاد الرافدين فإن مقررات اللقاء الذي أجرته الكتل السياسية منتصف ليلة أمس في الجادرية تكفيك لتقف على أبعاد الانهيار التام لمفهوم الدولة ومؤسساتها وإداراتها في العراق. مقال للكاتب علي حسين، منشور في صحيفة المدى، نتابع مزيدا من تفاصيله. ليس صحيحاً أن فكرة إجراء اللقاء ولدت من أجل معالجة حالة الاحتقان الشعبي التي تمر بها البلاد، بل إن القصة بأكملها محاولة لمنح حكومة عادل عبد المهدي جرعة حياة، على الرغم من أن الحكومة ماتت منذ اللحظة الأولى التي سقط فيها أول شهيد في إحدى ساحات الاحتجاج. وبحسب البيان الذي قيل لنا إنه ناقش خريطة طريق من 40 نقطة، فإن نقطة واحدة تأخذ بثأر 350 شهيدا غابت عن الوثيقة التي أريد لها ألا تختلف باللون والطعم والرائحة عن وثيقة الشرف التي عشنا معها عام 2013 فاصلا كوميديا شهيرا. السادة الموقعون على الوثيقة الجديدة يصرون على العمل بموجب الديمقراطية العراقية التي تقتضي أن يربحوا الانتخابات كما ربحوها من قبل. والديمقراطية التي يتمسك بها ساسة العراق لم يضعها أفلاطون في جمهوريته، وإنما وضعها المفكر عبد الكريم خلف، الذي يصر على أن الاحتجاج والتظاهر هما نوعان من أنواع الإرهاب يجب أن يضرب أصحابه بالرصاص الحي وبقنابل صناعة الطرف الثالث. وختم الكاتب بقوله: منذ 16 عاما ونحن نعيش في دولة تخاف من عازفة موسيقى وأحزاب تغذي نفسها من أموال السحت الحرام، فيما المواطن وحيدا في الشارع ينتظر من يؤمن له حياته وينشر الأمل والتسامح. تحت عنوان العراق ربيع في نوفمبر، تصدر موضوع المظاهرات الجارية في العراق ضد النظام الحاكم والفساد والوضع السياسي والاقتصادي، تصدر في صحيفة ليبراسيون الفرنسية. وتوقفت الصحيفة في افتتاحيتها عند إصرار المتظاهرين العراقيين على فرض التغيير
على الرغم من القمع الذي خلف مئات القتلى منذ بداية الحراك الشعبي مطلع أكتوبر الماضي، موضحة أنه بالرغم من القمع نزل آلاف العراقيين إلى شوارع بغداد ومدن أخرى يوم الأحد، ونظم المتظاهرون إضرابا عاما للمطالبة بتغيير نظام الحكم. وتؤكد الصحيفة أنه بعد مضي 16 سنة على سقوط نظام الرئيس صدام حسين، وبعد حربين أهليتين والكثير من الهجمات الدامية وانسحاب الجيش الأمريكي من العراق عام 2011 وسيطرة تنظيم الدولة على جزء من الأراضي العراقية وتعاقب عدد من الحكومات السورية العاجزة والفاسدة، وجد الشعب العراقي نفسه متحداً خلف شعار واحد: نريد بلداً. مطلب المتظاهرين يبدو بسيطاً لكنه في الوقت ذاته معقد. تقول البراسيون: بسيط لأنه جمع العراقيين بمختلف أطيافهم وعقائدهم، وهزم الخوف من آلة القمع، وابتعد بالعراق عن القوتين المؤثرتين في المشهد وهما الولايات المتحدة وإيران. وهو مطلب معقد لأن الطريق طويل ومحفوف بالعقبات أمام إقامة دولة حرة ومستقلة، ويمر عبر الأدوار التي تلعبها أو ستلعبها أمريكا وإيران لمناورة ربيع نوفمبر العراقي. وجاء أيضا في ليبراسيون الفرنسية إن مطلب المتظاهرين يبدو بسيطا ومعقدا في الوقت نفسه، بسيط لأنه جمع العراقيين بمختلف أطيافهم وابتعد بالعراق عن القوتين المؤثرتين الولايات المتحدة وإيران، وهو كذلك مطلب معقد لأن الطريق طويل بحسب الصحيفة. إلى العرب اللندنية، وجاء فيها: ما الذي يحدث في إيران؟ ما الذي يحدث في العراق؟ ما الذي يحدث في سوريا؟ ما الذي يحدث في لبنان؟ وما الرابط بين ما يجري في هذه البلدان الأربع؟ الجواب بكل بساطة أن هناك شعوبا سائمة الذل وتسعى إلى الانتماء إلى ثقافة الحياة وأن تكون على تماس مع ما هو حضاري في هذا العالم، لا أكثر من ذلك ولا أقل. هذا وفق مقال للكاتب خير الله خير الله منشور بصحيفة العرب اللندنية. ما يحدث في العراق شبيه بما يحدث في إيران. هناك نظام فاسد لم يعد مقبولا من المواطنين العاديين. ما كشفته الوثائق المسربة التي نشرها موقع انترسبتر الأمريكي عن التدخلات الإيرانية في العراق ليس سرا عسكريا. هناك منذ العام 2003 تاريخ تسليم أمريكا العراق على صحن من فضة إلى إيران، تركيز إيراني على العراق بغية تحويله مستعمرة تدار من طهران. هذا ما يرفضه العراقيون بما في ذلك الشيعة العرب. ما يحدث في العراق هو الفشل الأكبر لإيران التي لم تستطع الذهاب إلى النهاية في مشروعها القائم على استخدام الغرائز المذهبية لتحقيق أهداف سياسية. هذا ما لا يراه حكام إيران، وما لا يراه حكام العراق، وما لا يراه بشار الأسد الذي يعتقد أن هناك مستقبلا لنظامه بمجرد أنه غير جزئيا طبيعة التركيبة السكانية لسوريا وهجر منها مئات الآلاف السنة إرضاء لإيران. ما نشهده حاليا هو فشل المشروع الإيراني القائم على تغيير طبيعة العراق وسوريا ولبنان، حيث ما سقط نتيجة الثورة الشعبية الحقيقية المستمرة منذ 17 من تشرين الأول أكتوبر الماضي هو عهد حزب الله، ولا شيء آخر غير ذلك. ما كشفته الثورة المتجددة التي تشهدها إيران منذ أيام قليلة أن شعب هذا البلد يرفض الخضوع للظلم والقمع وعملية إفقاره، على الرغم من مرور 4 عقود على إعلان الجمهورية الإسلامية وإقرار دستور لا علاقة له بالديمقراطية لا من قريب ولا حتى من بعيد. الآن إلى المقال الأخير، واخترناه لكم من صحيفة فورين بوليسي. تقول فورين بوليسي الأمريكية إن دونالد ترامب يواصل جهوده للقضاء على أمال الفلسطينيين، ومنذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لم يتوانى يوما عن سحق أمل الفلسطينيين بدولتهم المستقلة.
وقرار وزير خارجيته مايك بومبيو الذي أعلن فيه الاثنين الماضي عن عدم مخالفة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية القانون، وقرار آخر يؤكد أن التحركات التي تقوم بها إدارة ترامب لإنقاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي فشل بتشكيل حكومة ائتلافية بعد جولتين من الانتخابات العامة تتبناه أمريكا بشكل علني. ويرى كل من كولوم لينتش وروب جريمر بمقال نشرته مجلة فورين بوليسي أن عملية السلام وإن كانت في غيبوبة تامة لم تمنع ترامب من تقديم الانتصارات إلى إسرائيل، وقالا إن تحرك الخارجية يمثل قرارا تاريخيا يلغي عقودا من السياسة الأمريكية، ويمثل آخر تحرك في مجموعة من التحركات المؤيدة لإسرائيل والتي قد تسحق بشكل عملي أمل قيام الدولتين كحل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال الكاتبان إن تصريحات بومبيو يوم الاثنين تلغي رأي وزارة الخارجية الذي يعود إلى عام 1978 وشكل الأساس للموقف القانوني الأمريكي، وهو أن المستوطنات المدنية في الضفة الغربية لا تتوافق مع القانون الدولي. ويعلق الكاتبان أن القرار هو آخر خطوة تقوم فيها إدارة ترامب بتجاوز مزاعم الفلسطينيين بدولة، مفضلاً الحليف التاريخي القريب في الشرق الأوسط، ومقدماً انتصاراً جديداً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ففي أثناء 3 أعوام في البيت الأبيض، نقل ترامب السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأغلق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقطع الدعم عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وفي أيلول سبتمبر اعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية، ملغياً موقفاً تمسكت به الإدارات السابقة على مدى نصف قرن. وقال دان شابيرو السفير الأمريكي السابق في إسرائيل أثناء فترة أوباما إنه قلق من الأثر البعيد للقرار الأخير، فلم تصف أي إدارة منذ كارتر المستوطنات الإسرائيلية بغير الشرعية. الآن إلى هذا الخبر، وفيه اعتدنا رؤية رسومات لحيوانات على الجداريات الأثرية رمزاً لأهمية الحيوانات آنذاك، وشاع استخدامها لأغراض الزينة أيضاً، مثل استخدام أسنان وعظام الحيوانات لصناعة القلادات وحبات الخرز، غير أن أحداً لم يتوقع استخدام أسلافنا للأسنان البشرية نوعاً من الحلي، وهو ما عثر عليه فريق دولي، حيث وجد 3 أسنان بشرية استخدمت قلادات تعود إلى العصر الحجري الحديث منذ ما يقارب 6500 عام مضت في مستوطنة تشاتا لاهوك الأثرية في قونيا بتركيا. ويبحث علماء الآثار حاليا فيما إذا كانت هذه الأسنان المستخدمة في صناعة الحلي قد أخذت من إنسان على قيد الحياة، أو أنها قد استخدمت على هذا النحو تذكاراً من شخص ميت. وفي الحياة المزيد من العجب إلى الكاريكاتير.
ختام صدى الأقلام، طاب نهاركم وإلى اللقاء.